انا جيت هنا بقى عشان اسال ايه اللي حصل. طبعا كلكم قاعدين في التكييف وبتشربوا ومقضينا، واحنا تحت طبعا عينينا. ايه اللي حصل بقى؟ اشرب اشرب. ده الناس رجعوا ولا ده السواقين طلعوا من العربيات؟ ايه اللي حصل؟ اوف، ايه ده؟ يا نهار ابيض، ايه اللي حصل؟ في شاشه هناك اكتر، هتلاقيهم معادين من هنا دلوقتي. يعني هنقعد نتفرج هناك. بص الماركة دي تبع لوي فيتون، هجرها علشان الناس اللي تبعها. هنطلع بقى ايه، احنا خلصنا البادوك وبتاع عشان كان في تلفزيون، اخر بقى 3 4 لفات ان شاء الله شكل فيراري هتكسب تشارلز هيعمل تي 1. نطلع بقى نتفرج من فوق من هنا. بس اخر لفه ايه ان شاء الله. يلا فورزا فيراري. ليه بقى؟ عشان دي بلد بتاعته. الواد ده تشارلز من هنا، من موناجسكي، من موناكو، اسمه موناجسكي. هيعدي اهو. بص بص خلاص كسب كده، خلاص مبروك فراري. ايوه بقى والله الحمد لله، وشنا حلو دايما عليهم الحمد لله. كسب. ايوه الاهلي امبارح كسب، مبروك. والنهارده فراري كسب، مبروك. اي حاجه حمرا بتكسب. مبروك مبروك، اول مره يكسب في ارضه وكده كسب اهو. فراري ما كسبتش هنا بقالها كتير قوي، بقالها كتير قوي يعني كتير. السباق خلص ومبروك فيراري كسبت. كل العربيات ركنة اهي، ادي مرسيدس اهي كله راكن اهو. تعالى احنا بقى ايه نحاول نطلع استون مارتن اهي، نلحق بوديوم توزيع الجايزة. يلا حوار على فكرة، يعني تروح من هنا لهنا 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 لهنا. بص الكاوتش، محدش ما استخدموش الكاوتش ده عشان ما مطرتش. ادي البوكس بتاع فيراري فاضي اهو، كلهم بره على الجريد. هنجري بقى
نحاول نلحق. Et on passe aux hymnes nationaux. Vous savez, il y a ce d'Ibn Amr al-Amin. Là, c'est pas le national anthem.